قبل ما احكي لك عن البرين تشيب نيورالينك او شريحة الدماغ من شركة نيورالينك المملوكة لإيلون ماسك، وعن نولاند أربو احدث مريض تم زراعة الشريحة دي في دماغه والنتائج اللي وصلوا لها، انا عايز ارجع بيك بالزمن ل 2016. اللي قدامك ده واحد اسمه نيثن كوبلند، اتعرض لحادثة عربية ومن وقتها أصيب بالشلل تماما وما يقدرش يحرك أي طرف من أطرافه. وقتها في 2016 واحدة من الشركات المنافسة لشركة نيورالينك طورت شريحة بي سي آي أو برين كمبيوتر انترفيس وأطلقت عليها يوتا ماتريكس. الشريحة دي تم زراعتها في دماغ نيثن وتم توصيلها بأجهزة استشعار في نهاية إيده الآلية، وده اللي مكن نيثن وقتها انه يتحكم في ايده الآلية عن طريق دماغه وفعلا يقدر يسلم على الرئيس الامريكي باراك اوباما. الغريب كمان ان نيثن طلع بعد الحادثة دي وقال انا حسيت فعلا بايد الرئيس الامريكي، يعني الموضوع ما كانش مقتصر على مجرد تحكم في زراع آلية، لكن كمان الزراع الآلية دي أرسلت بعض الشحنات الكهربائية لدماغ نيثن وخلاه فعلا يشعر بإيد الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما. ليه بنحكي القصة دي دلوقتي وإيه علاقتها بشريحة نيورالينك؟ الموضوع يعتبر واحد، إحنا هنا بنتكلم عن شريحة الدماغ اللي هي تسمى PCI أو البرين كمبيوتر انترفيس. الشريحة دي بيتم تطويرها من قبل شركات مختلفة وعلى مدار سنين طويلة، يعني الموضوع مش جديد، لكن هو بدأت تظهر نتائجه الإيجابية والفعالة في وقتنا الحالي. الشريحة دي في بداية تطويرها كان الهدف منها دايما ان يتم زراعتها في دماغ اي مريض بالشلل او اي حد عنده اعاقة حركية او جسدية علشان يقدر يتواصل مع اجهزة الكمبيوتر وفعلا يبتدي يتحكم فيها من خلال دماغه. اللي لازم تعرفه ان العملية دي معقدة وخطيرة جدا، واقل غلط فيها ممكن يسبب الوفاة، وبالفعل حصل حالات زي كده لبعض الحيوانات اللي تم تجربة العملية دي عليهم وماتوا بالفعل او حصل لهم شلل او اي مضاعفات خطيرة تانية. وبالفعل كانت شركة نيورالينك وكل الشركات اللي شغالة في تطوير الشرايح دي ممنوعة من تجربة العملية دي على اي انسان. ومش بس كده، ده كمان كان بيتم مهاجمة إيلون ماسك وشركته نيورالينك بسبب التجارب والأفكار دي، لحد ما إيلون ماسك بالتجارب دي قدر يوصل فعلا لنتائج إيجابية جدا وطبق العملية دي على حيوانات كتير، وقدر فعلا إنه يزرع الشريحة في دماغ قرد وقدر فعلا يتحكم في ألعاب إلكترونية بدماغه. وبسبب التجارب دي قدر إيلون ماسك وشركته إنهم ياخدوا الضوء الأخضر عشان يعملوا التجارب والعمليات دي على البشر، ولكن بشرط إن يتم تجربتها على ناس فقدة الحركة فعليا في كل أطرافها. وقتها كانت شركة نيورالينك بالفعل شغالة على شريحة حديثة ومتقدمة جدا وسموها تليباثي. الشريحة دي بتحتوي على أقطاب كهربائية بيوصل عددها ل 1024 قطب، وده أكتر من أي شريحة تانية. وبالفعل بعد ما الـ FDA أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أدت تصريحها في مايو 2023 لإجراء أول تجربة سريرية بشرية، تم اختيار نولاند أربو عشان يتم إجراء العملية عليه. نولاند شارك قبل العملية وقال إنه على دراية بكل الإدعاءات اللي موجودة بالفعل لكل الحوادث المروعة اللي حصلت للحيوانات، وإن ده أمر مرعب جدا، لكن أي حاجة ممكن تساهم في إنه يكون إنسان مستقل ويعتمد على نفسه هو بيأيدها تماما. وبالفعل تم إجراء العملية على نولاند وظهرت نتائجها المبهرة اللي كلنا شفناها الفترة الأخيرة واللي شارك بيها إيلون ماسك على صفحته، وكمان نولاند نفسه بفيديوهات بتوضح إنه قادر يلعب شطرنج أونلاين. وبكده نولاند أربو الشاب 29 سنة يعتبر أول إنسان يتم زراعة شريحة دماغ ليه. نولاند شارك كمان بعد العملية وقال إن الموضوع مش أفضل حاجة وفي بعض الصعوبات اللي بتقابله، لسه بيتعلم إزاي يتحكم في الكمبيوتر عن طريق أفكاره، وكمان الشريحة بتحتاج لإعادة شحن كل 8 ساعات، لكن الموضوع يستحق.
اللي لازم تعرفه كمان ان إيلون ماسك دايما بيأكد وبيصرح على ان الشريحة دي الهدف من تطويرها مش مجرد مساعدة اللي بيعانوا من الشلل او عندهم اي اعاقة حركية، لكن كمان هو بيحلم ان الشريحة دي تكون سبب في انها ترجع الابصار لاي حد فقد بصره، او حتى كمان اللي مولودين وهم فاقدينه. كمان بيحلم ان في المستقبل يكون التواصل مع اجهزة الكمبيوتر او التليفون اللي في ايدك هو عن طريق افكارك من خلال الشريحة دي، مش هتحتاج بعد كده ان انت تعمل اي تحرك جسدي علشان تستخدم اجهزة الكمبيوتر بتاعك، كفاية افكارك. ومش بس كده، ده كمان بيحلم ان انت تقدر تنزل ذكرياتك وافكارك على جهاز الكمبيوتر بتاعك. إيلون ماسك بيقول ان هي دي الخطوة المناسبة علشان نقدر نسبق الذكاء الاصطناعي ويفضل السيطرة والهيمنة للانسان. وما بين افكار واحلام إيلون ماسك اللي ممكن تشوفها مجنونة، وما بين الانجازات اللي اتحققت بالفعل على ارض الواقع، دي كانت كل الحكاية لشريحة الدماغ من شركة نيورالينك، وحكاية نولاند أربو اول مريض يتم اجراء وزراعة شريحة دماغية ليه. لو وصلت معايا لحد هنا فأنا بشكرك جدا وبتمنى تكون استفدت من الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفك الفيديو الجاي.